مشاهدينا اهلا بحضراتكم. بدايه حلقتنا النهارده زي ما بنتكلم في بدايه الحلقه عن لمه العيله وقد ايه فعلا هذا الشهر بننتهز فرصه علشان نتلم باي شكل من الاشكال وباي ظروف او تحت اي ظروف، لكن لازم في رمضان واثناء او قبل الفطار لازم كلنا يبقى ملمومين الحقيقه، وهذا ما يميز كمان هذا الشهر. نسيت اقدم لكم احمد عمر ان شاء الله من الموسيقى العربيه. برحب بيك يا احمد، هيكون مشرفنا من خلال فقرتنا. كل سنه وانت بخير. انتوا الصحة والسلامة. نرجع بقى ونتكلم عن الأردن الحقيقة، وهي حلقة إن شاء الله تبقى جميلة جدا جدا مع من أتانا من الجالية الأردنية، الأستاذة حنان عمارة، وكمان معنا الأستاذة سميرة الخطيب. طبعا أنا برحب بيكم معانا وإحنا متشرفين بيكم، متشرفين بالأردن، هذه البلد الحقيقة الرائعة في كل شيء، أخلاق ولادها، أخلاق أبنائها بكل طوائفهم الحقيقة، ما بالكم بقى يعني نقول سكان هذا المكان المليء بالحفاوة والكرم. مرحبا بيكم. أهلا بيكم، كل عام وانتم بخير. وانتي بخير حنان. واصلة بين مصر والأردن بلد واحد. أكيد أكيد، أنا سعيدة جدا بيكم، عشان كده عايزين نقول أخبار الأردن في رمضان إيه؟ جميلة أكيد. عندك حنين مش كده؟ أكيد أكيد. كنت بتمنى فعلا إن أنا أقضي كمان يوم هناك، وكتير مشتاقه. بس رحتي ولا لسه؟ لا لسه. ان شاء الله. في ناس كده بتروح قبل رمضان اسبوع كده، بتقابل اصحابها وقرايبها في جميع البلدان العربيه، او حتى كمان بالنسبه للمصريين اللي بيبقوا مقيمين بينزلوا قبل رمضان اللي عندهم عمل يسلموا على اهاليهم وبعد كده يرجع. الصحبه بتبقى مختلفه، بتبقى الاجواء غير، بتبقى الاجواء هناك كتير اسريه، والصحاب بيبقوا اكتر من الاهل ومن العيله، الروحانيات كتير حلوه. طيب قبل ما نتكلم عن الروحانيات، شيف طارق انا شايفاك بدات في المينيو، عايزين نقول هتبتدي لنا بايه ان شاء الله؟ اول حاجه هنبتدي بفتت المجلوس. ايوه قلت لي حمر انا عيش على فكره. في ناس هنا بتفهم كويس قوي. شيف ممتاز سمير، شيف ممتاز. شيف ممتاز مش شيف طارق، هي سمتك دلوقتي كده. هو باين كمان من الريحه ما شاء الله. قول لنا بقى المجلوس بتعمل المنيو بقى والقائمه والتفاصيل بتاعت الاكله دي الاول. هنحضر اول حاجه نحمر العيش، وقلت لي احمر باذنجان. تمام. وهعصر اللحمه بتاعته الاول. وبعد كده هبتدي اعمل الصوص بتاعها، طحينه ولبن. ايوه. وتوم وعصره ليمون وملح وكمون. طيب احنا معاك خطوه خطوه، كاميرا هتبقى معاك مش هتسيبك، عشان برضو الساده المشاهدين يبتدوا برضو يعني ينفذوا وجبه النهارده ان شاء الله ونستمتع بيها بامر الله. طبعا يعني سميره انت من الاردن، اول مره معانا على شاشه او الشاشه المصريه بصفه عامه، برحب بيكي واحنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده. وقولي لنا اخبار الاردن ايه وانت طيبه حبيبتي، اتفضلي. اخبار الاردن ايه؟ اول مره على الشاشه جميله، بنحاول علي صوتك. يعني العادات والتقاليد عندكم ايه في رمضان؟ يعني في رمضان، في رمضان يعني زي هون، بس في مثلا انا عجباني قوي عندنا لما هم. مثلا نيجي بدنا نعمل اكل ولا اشياء زي هيك يعني. أيوة. عند ساعه الفطار. تمام. بنحب مثلا يعني نبعث لبعضينا. أيوة. يعني هذا عامل الاكله هيك مثلا، وده العائلات بقى ولا الجيران؟ لا الجيران بتخبط يعني بتاعت الاذان هيك. العائلات ولا الجيران؟ لا الجيران. يعني احنا بنبقى ساكنين والجيران حوالينا هيك. اي شيء لازم نكون عاملينه لازم يعني نبعث لبعضينا. ايوه. يعني انتوا بقى ايه اللي عرفكوا انه ما عندوش نفس النوعيه اللي انتوا طبخينها، ولا بتبقوا مرتبين مع بعض؟ خلاص هو الحظ بقى مش كده؟ يعني يبقى عنده بالزياده من نفس النوع يا لا اي شيء، وتلاقي الطبق هذا اللي بتلف تلف 100 مره يعني. غالبا الطبق ده سميره بيبقى يعني حلويات ولا بيبقى حادق يعني اكل حادق؟ غالبا قبل الفطار احنا بنبعته، بعد الفطار كمان يعني بنبعت حلويات، نبعت مثلا اي شيء موجود يعني، لو حد عمل طبخه بسيطه ممكن نبعت حلويات. تمام. لو احلى احلى الطبخات اللي بتحبي او بتتمني كده ان حد يخبط ويديها لك بتبقى صعبه. قولي. اي شيء بالرز البسمتي. ايوه اي حاجه بالرز. معجنات بعشق المعجنات. المعجنات والرز بسمتي. المعجنات اي حاجه معموله بيه. عشان تفرحي بقى لما حد يخبط عليك ويديها لك. بحب الاشياء هيك. في حاجه اسمها مخشي. ايوه بالكوسه باللحمه المفرومه. ايوه
يبقى فيحمد واللبن الجنسي اسمها خد اسمها نفسه اللحمه المفرومه بسنوبر. الله. طيب دي بتتعمل ازاي بقى؟ قولي لي انت حنان. الكوسه بدل ما بنحط الرز بنحط لحمه مفرومه وسنوبر بعدين بس هو بتتحمر اللي بتتحمر او بتتسوى قريب من هنا برضه باللحمه المفرومه بالظبط كده. حاجه اسمها اللبن الجميد اللي بتتعمل على بالمنسف. منسف لبن المنسف. المنسف ده طبعا من الاكلات اللي انتم مشهورين بيها جدا. اللبن المنسف هذا في كل شيء بنستعمله. ايوه مش كده؟ بننسح حالنا. احمد قول لي طبعا اجواء رمضان انت موجود. عايزه اقول يعني ان دايما الاصوات الكويسه الاصوات الجميله والاصوات المميزه بتبقى فعلا مميزه واحنا بنكتشفها في هذا الشهر الكريم. كل سنه وانت طيب. واحنا عايزين بقى نقول الاصوات الجميله كده نسمع حاجه عن رمضان. وانا عرفت من قبل الحلقه ان انت يعني مؤلف كده او ملحن. الصراحه حبيبي واوجه له من خلال حضرتك تحيه كبيره جدا محمد سعيد المؤلف. ايوه تعب معايا. انت لحنت كلماته؟ تمام. وكان معايا كمان الملحن والموزع الجميل دودي صلاح. تمام. سريعا كده اشكر المهندس عمر سعد العزازي المنتج بتاع يعني انت الفريق كله فريق العمل يا جماعه تحيه. طب نسمع بقى الاغنيه. طيب عينيا بس كده نحس بقى شويه برضو اجواء رمضان. يلا بقى اجواء رمضان عندنا كمان. اتفضل. يلا نصوم رمضان ونختم القران وعملنا الصالح يبقى لنا ده البركه تزيد وتدوم برضانا بالمقسوم. ربك غفور وعظيم بالتوبه يقبلنا. يلا نصوم رمضان ونختم القران وعملنا الصالح يبقى لنا ده البركه تزيد وتدوم برضانا بالمقسوم. ربك غفور وعظيم بالتوبه يقبلنا. حلوه اللمه عالفطار يلا يا حبايبي الشطار كله بسم الله يسمي كله يدعي يقول امين. اجعل صيامنا اجمعين ده الخير بشاير وبتعلي. يلا نصوم رمضان ده طمعان ان احنا نقول معايا خلي بالك انا سايباه. وعملنا الصالح يبقى لنا ده البركه تزيد وتدوم برضانا بالمقسوم. ربك غفور وعظيم بالتوبه يقبلنا. معزوم ولا مش معزوم مش فارق في لمه عيله يا سيدي دوم وابقى سلم لي عليهم. اهم حاجه لقمه هنيه بركه واحد تسعه ميه بركه رمضان. هقول لك ايه معزوم ولا مش معزوم في لمه عيله يا سيدي دوم وابقى سلم لي عليهم. اهم حاجه لقمه هنيه بركه واحد تسعه ميه بركه رمضان. هقول لك ايه اولا انا بحييك انسى قفلك طبعا يعني انا بحييك لسبب تاني ان مفيش موسيقى معاك. ربنا يخليك. بتحاول كمان ان انت صيام كمان بغض النظر حتى عن الصيام بتحاول حتى تعيش اللي معاك هذا الجو لانه كل الاغنيه اللي انت قلتها من خلال الكلمات كلها قيم دينيه قيم اخلاقيه. بنحاول ان احنا طبعا يعني اشكر محمد سعيد كمان عشان تعب كمان في الكلمات معايا. جميله جدا وبشكرك ربنا يوفقك. نروح بقى للشيف طارق اخبارنا ايه؟ اولا احنا شامين روايح مع الاغنيه بتاعت احمد وعبد المحمد رمضان قوي. وصلت لاني مرحله يا شيف؟ ربنا انا كده حمرت العيش. ايوه وبعصج اللحمه بالصوص وهحضر طحينه كل حاجه لوحدها يا شيف طارق. طيب انت دلوقتي عصقت اللحمه. كده بعصق اللحمه وحمرت العيش. وبعدين وهنزل على الطحينه بلبن. على الطحينه باللبن. تمام. اظن دي كمان بتخفف حده ال يعني انا بحس انها عامله زي الفته شويه كده الخل او حاجه. انا
شايفه ان هي برضو الطحينه واللبن ده اساسي عندكم في الاكل ولا ايه؟ من ضمن السلطه بالمشويات اكتر شيء يعني الطحينه باللبن. الطحينه باللبن لكن المنسف برضو بيبقى فيه باين. لا اللبن مختلف غير اللبن الجميد ده لبن مالح بيكون عليه طبقه كبيره من الملح بتحفز بالسنه فلما بيتدوب لبن المعيز لبن المعز ايوه شفتي قلت لنا حاجه مفيده اهو لبن معز طعمه مختلف لا ما انا عايزه تقريبا كل الالبان عندنا بتستخدم يعني باللبن المعز اللي هو اللي قلت عليه اللبن الجميد أيوة. الجبنه البيضاء ايوه الجبنه المختلفه حلوه مضفرة حنان جبنا سميرة بتتكلم ما شاء الله عليها سميرة هي تفاعلت معانا وبدأت تتكلم سميرة هي معاها في الأكل يعني إشي جميل أستاذة في المطبخ مش كده ما أنا هرجع دلوقتي هزنقها بس اسأليني بالأكل اسأليني أشياء تانية يا ماما خلاص نرجع للمائدة الأردنية بس عندنا تقرير وهذا التقرير بيحمل لنا العادات والتقاليد اللي في الأردن نحاول نستمتع ونعرف كل التفاصيل عن هذه البلاد الجميلة الحقيقة ونعود للحديث مع مجموعتنا ولمة عيلتنا النهاردة. تعد الثقافة الأردنية امتداد لعدة ثقافات، فالأردن بلد ضارب جذوره في التاريخ، تعقبت عليها عدة حضارات وقامت عليه ممالك وكيانات، كما شهدت أراضيه أحداثاً مهمة ذكرت في التاريخ الإسلامي، وقد كان للمملكة الأردنية تقاطعاً مع قارات العالم القديم، ويصاحب شهر رمضان الكريم في الأردن العديد من المظاهر البيئية والاجتماعية. حول أهم العادات والتقاليد الأردنية كان هذا التقرير. الأردن مطعمه زاخر بالفتة الأردنية والمقلوبة والمنسف والبرياني والتوابل بيبقى حاجة جميلة جدا، والفتة عندهم بيحطوا لها مكسرات جميلة. مميز بأنه هو بيحب الضيافة، كرم الضيافة، وبيحب يستقبل الناس الوافدين عليه، سعة الصدر بالنسبة للوافدين عليه، وكرم الضيافة والبشاشة، وناس عرب يعني زينا، وبيحبوا تقديم الطعام والولايم. يعني القهوة الأردنية دي أولا من عادات وتقاليد الشعب الأردني، تاني حاجة إن شعب كريم، إن لازم يديلك على ثلاث مرات، لو ما قلبناش الفنجان يقعد يسقيك لو لمدة 10 فناجيل. فدي من العادات والتقاليد والكرم والترحيب بالضيوف في شهر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. الأردن دولة شقيقة، دولة عربية شقيقة، وكل الدول العربية الشقيقة بتتمتع بروح رمضان وليالي رمضان، ودايما كلنا بنجتمع في الشعوب العربية على لمة رمضان ولمة الأسرة وإفطار جماعي. رمضان في الشعوب العربية بيبقى له روح خاصة بيه وله رونقه الخاص بيه بخلاف أي دولة تانية. رمضان فعلا أكتر ما يميزه يا جماعة لمة العيلة فعلا، وإحنا سعداء بالفكرة دي وسعداء بفريق الإعداد، سعداء كل من يعمل في هذا البرنامج في هذا التوقيت بالتحديد، لأن إحنا محتاجين إن إحنا نتماسك مرة أخرى، إن إحنا محتاجين إن إحنا يعني نعلي القيم الأخلاقية والدينية وصلة الأرحام. وبشكر فريق الإعداد مرة تانية الحقيقة. مش عارفة يمكن بنتكلم مع سميرة وقالت أنا بعرف أعمل أكل حلو قوي، وخاصة بس كلميني أنت على الأكل، فانا عايزه اشوف يا ترى مهاراتها ايه. سر المهنه بقى انت هتخلي بقى قولي لي احلى احلى طبق بتحبوه، احلى طبق مشهور، وانت كمان بتعرفي تعمليه. انا بعرف اعمل كل شيء ما شاء الله، اللي هو الاردني ممتاز. يا يعني بختك يا حنان، اظن كل يوم عند سميره بس اللي بتقنه اكتر شيء ممكن اللي هي المقلوبه اللي شفنا بيعملها مسخن. مسخن بتعرفيه مسخن بالدجاج وبالبصل وبال عيش الاشراك. عندنا العيش الاشراك هذا يعني ده انتوا اللي بتعملوه صح؟ مقدس بالافران دلوقتي، هم كانوا زمان يعملوه عندهم بالبيوت هو دقيق وميه بس ولا بيتزود عليه حاجه؟
انا ما تعرفيش دي أمي. ما دي أمي بس أمي بس بتلت كتير بيتفرد صح على الساقة ايوه وفي لحظة بيتقلب يعني هي شغلته في القلبة ايوه بس هي دي المهارة في الجزئية في القلبة دي او ما انتوا تخصصتوا بيه برضو يعني تمام. ما هو كل واحد فعلا يعني ما هو مش اي فططري مثلا او مش اي حد بيعمل عيش لازم يبقى مميز بحاجة يعني المسخن بس انا عايزة اروح اشوف الشيف الحقيقة لانه بدا يعمل المقلوبه والمقلوبه ديت انا هخلي سميره خبرتي تعالي يا سميره معايا هاتي كده المايك معاكي تعالي نشوف هاتي لا ايوه البوكس ده معاكي كده خليه تعالي معايا هناخدها منك شويه حنان لا خديها تعالي كده نشوف هو عمل المقلوبه بس استني ده مكدوس طيب ما انت وضح لنا بقى كده مع بعض لا استنى خليها هي تقول ايه بقى اللي حصل ده قولي لي ده عيش ها هذا العيش ممكن يحمره بالزيت او ممكن بالفرن يحطه تمام بعد ما يخلص تقصدي عشان التحمير تمام انا بعرف اعملها كتير وبعدين وبعد كده اللحمه المفرومه بعدين اللحمه المفرومه بعصقها وممكن بحطها فوق العيش والفلفل بقى هو ده المكدوس الباذنجان ايوه تمام لازم يتحمر في ليها طشه ممكن نعمل لها اللي هي بالخل والتومه ولا مش عملتها شيف ولا ما انتهى انا عاملها مع صوص خل وتومه انت عملتها بنفس الصوص عملتها على البارد يعني من غير ما تبقى طشه ايوه عباره عن طحينه طحينه مع اللبن مع الثوم مع عصه الليمون والكمون والملح كله مع بعض احنا عايزين الشيف سميره برضه ما هي معانا لا ما اجيش بعد والله برضه لو في تعديلات ما هو برضه لا والله ما شاء الله انت خلاص تروح معانا على لا لا على الجاليه انا حاسه حالي اني قاعده عايشه بالاردن بس كده والخضره برضه شايفاها سميره هي بتحط لها مكسرات كمان هي مكسرات اهم المكسرات اللي بتحبوها عندنا احنا كل الاكل معظمه لازم بالمكسرات اللي هو اللوز السنيبر ايوه بس في بعض البلاد مثلا تحب العين الجمل البندق هدول الاشياء للحلويات لا حتى كمان في الحادق ممكن الحادق ممكن احنا بالمقلوبه وبالكبسه وبالاشياء هي في كبسه كمان نعمل محمر البطاطس ومحمر الباذنجان عشان وقت البرنامج الخطوات احنا كده حمر خلاص البطاطس والباذنجان انتوا بتعملوا المقلوبه بالبطاطس برضو ولا لا بنعملها بالبطاطس وفي وبالباذنجان اللي هو عاملها وفي حاجه تانية بالارنبيط بياخد برضه احنا يعني اكثر الناس بتحب الارنبيط بدل اكثر البتنجان؟ من الباذنجان بحمروا الارنبيط وممكن يحطوه مع الباذنجان برضه ممكن شرايح بصل برضه بحط معها او جزر برضه شرايح للي بيحب يعني انا هيك بعمل ايوه عشان لما تيجي تقلبيها بقى تلاقي كل العناصر الغذائيه دي اللي هو الجزر والبطاطس بعملها بالرز البسمتي برضه بحط اللحمه او الفراخ ايوه طبعا وبعدين لازم نسقيها بالشوربه بس دي عشان بعملها مقلوب بتنجال فعشان كده حاطط بتنجال وبصل بس طب قولي لون الرز ده اللون ده ليه انا حطيته في السوا عشان وقت البرنامج بتاعنا انا عارفه بس ممكن يتعمل بقى اي لون اللي هو المقلوب بتطلع باي لون اصفر بالكاري او بالكركم او بالاحمر او الابيض صح كده لازم الكركم في ناس كان بتحط عيدان قرفه وحاجات كده عيدان قرفه احنا بنستخدمها للكبسه ايوه كبسه كل البهارات الخشنه لازم تتحط فيها في الليمون الناشف حكرمبيدي طعم ايوه صح عود القرفه نفسه شفتي اديني طلعتها يلا تعالي نرجع تاني وعايزين نشوف احمد اتفضلي شكرا بس اطلعي كده احمد قول لي احلى الاغاني اللي بتفتكرها وبتحب تدندنها في الشهر ده وبتلاقي كمان اقبال من المستمعين يعني خصوصا يعني في مصر ومن برضو من الجاليات المختلفه تلاقي في ناس كده بتتجاوب والله هو دايما بيقولوا فيها حاجه حلوه ايه فيها حاجه حلوه لو تيجي نقولها طبعا عارفينها جميله جميل فيها حاجه حلوه حاجه حلوه منا حاجه كل ما تزيد زياده فيها ان فيها حاجه حلوه حاجه حلوه منا حاجة كل ما تزيد زيادة فيها إن فيها نية صافية فيها حاجة دافية
حاجة بتخلي تثبت فيها سنة سنة. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدن. صوبيا فول طعمية كشري، دوق بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد، عيد يا بومبي ولبس جديد، فني هنا وسيما والتياترو، حفلة تلاتة في سمام الترو، وموايد الرحمن وفانوس رمضان، مسلم في بيت مسيحي في الترو، ترنيمة حلوة على تخت غنى فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة منا، حاجة كل مادة تزيد زيادة يا إنا فيها إنا. أشكرك يا أحمد، أشكرك. إيه على فكرة كل بلد فعلا بنثبت فيها سنة سنة، كل واحد وبلده. صحيح. إيه كل دي معاني الحقيقة موجودة في جميع البلدان الحقيقة. قصة ان فعلا فيها ان انت مرتبطة ببلدك واحنا مرتبطين ببلدنا، في ان في الموضوع، في الارض بتربطنا، يعني ربطة فعلا فيها فيها صحيح اعجاز. صحيح. عشق. وليه يا حنان؟ طبعا انا عرفت ان في المسرح الروماني او بيبقى موجود قاعة كده اسمها اوديون او حاجة زي كده، انا مش عارفة، هو مفتوح وده اللي يعني بتلقوا بقى فيه وبتستقبلوا فيه المدائح والتواشيح. احكي لنا على اوديون. الانباط والرومان لهم اثار كتير بالاردن. بجرش، محافظة جرش. أيوة. وبعمان المدرج الروماني بتعمل فيه حفلات كتير حلوة. أيوة. مكان جذب سياحي كتير مميز لأي حد، كل الطبقات. أيه. الكل بيتواجد فيه، حتى الملك بيتواجد فيه. بيكون في في المكان ده لما بتكون في حفلة. أيه. أو شيء قومي أو كده، كل بيتواجد، ما فيش حواجز. بتبقى الأجواء أوبن إير، بتبقى فيها فرحة، فيها بهجة، فيها محبة، فيها لعب، فيها تنطيط، فيها أشياء جميلة يعني. لسه محتفظين بالتفاصيل دي؟ طبعا طبعا أكيد. شوف طارق، استنى بس، أنت بتعمل إيه؟ بتش بتش بس بتعمل بتش بتش بعدين سمعني، قول لنا بقى شو بتش بتعمل إيه؟ شوف شوربة الجريشة ده بقى، حضر عدس. الشوربة إيه؟ الرشتة. الرشتة هي بتتعمل بالقمح. أيوه. الجريش، المناجي بيقول عليه جريش. لكن انا هعملها النهارده بالبرغل ده او ده. والعدس كوبايه قد كوبايه. نزلت بالبصله الاول. ايوه. وبعد كده هنزل بالعدس. حنان جاهزه، نقوم نقعد شويه. يلا نقعد جنبه جاهزه. يلا احنا شفنا بقى استاذ سمير، نشوف استاذ حنان بقى بتعرف تطبخ ولا لا. اوكي. اتفضل. علشان وهنرجع يعني بسرعه بس نتفرج على الطريقه. نزلت بالفريك معاهم. ده كده طبعا البصل. انت عملت ايه الاول؟ بصل، البصله مع العدس. ايوه. مع الفريك نعملها. صح كده. في حاجه غلط؟ ممكن عدس اصفر. وممكن عدس اصفر معاهم بدل العدس ابو جبنه. مع الجريشه. طيب. وممكن مكان البرغل اللي هو القمح اللي هو متكسر مغلي. ايوه. بقول عليك جريش. فانا النهارده حاطط مكانه برغل. طيب البصل ادي كده، عملت البصل وال هاخدهم سوتيه كده بتوصل كذا مره، والبرغل وحضر اللبن والعدس وبعدين وهديله الملح والفلفل بتاعه واخليه. وليه التوابل برضو اللي انتوا بتستخدموها؟ اكتر شيء السماء. سماء علشان المسخن. ايوه. هو فيه مزازه، فيه شيء حامض. ايوه صح. سماء بيعطي طعم شيء ده معصور عليه ليمون كانه حامض، بيكون حلو. وبدل ممكن المرقه، مكعب المرق. لا المرقه، مرقه الدجاج او مرقه اللحم بدل اللبن. على الشوربه. ممكن ليها شوربه مرقه. دي لو حصل. احنا شايفين المقادير على الشاشه اهي دلوقتي. قلنا برغل وعدس. برغل كوبايه، برغل كوبايه عدس. ايوه. بصلايه مفرومه، تومه، شويه ملح. ايوه. كوبايتين لبن او كوبايه لبن على حسب اللي انا عايزه. وبعدين ما في ناس بتحبش اللبن زي ما بتقول دلوقتي، ممكن نحط شوربه. شوربه بس. تبقى اخف شويه. هي تفضل بقى تحمر فيها لحد ما تحمر فيها، وهديها لما تاخد غلوتين مع بعض. وبعد كده بتسوي.
طيب بس كده وتحط البرقه بعدها. تمام. شفتي المقلوبه؟ المقلوبه يعني في اختلاف صغير. قولي. اتفضل. احنا بنحط طبقات، طبقه الرز، طبقه البتنجان او البطاطا، طبقه من بعض طبقات او دجاج او لحم في النص. ايوه صح. بيعطي شفتي احنا برضه بنعمل كده في ناس بقى في بعض العائلات بتعمل طبقات بتبتدي بالبصل وبعدين تحط بتنجان وبعدين رز وبعدها فعلا بياخد التست. بس احنا ممكن عشان نديله رز ممكن باخد سوتيه بياخد الفراخ او اللحمه سوتيه في الطاسه ومكان الفراخ او اللحمه بنزل بيها بشتغل بالرز واشرب. طب قولي مقادير المقلوبه تاني عشان تنزل على الشاشه عشان في حد ما تابعش. ترنشات وبطاطس كيلو رز على كيلو رز 2 لتر ميه لو رز بسمتي لو مصري بقى لتر ميه. ايوه. التوابل بقى دي حسب الرغبه، في ناس بتعمله باللحم احمر او اصفر او بالكركم. أيوة. كاري او ابيض. ايوه. فدي حسب الرغبه طبعا. وسميره قالت لك برده يعني شويه تفاصيل برده عن المقلوبه مش كده ولا ايه؟ لا في مقلوبه ثانيه بقى، دي مقلوبه انا المقلوبه بعملها اللي كانت بتتكلم عليها مدام. اللي كانت اللي بتقولي عليها الجزر. اللي بتاخد جميع الخضار معاها هاي بالقرنبيط. بالقرنبيط. هاي الزهره. بالزهره. بالزهره. اللي هي القرنبيط. القرنبيط. بس على فكره انت هتخليني اجربها لان عمري ما جربت المقلوبه. انا والله نفسي اعمل لك اياها يعني احسن فيها. لا لا ما ناخد الطريقه قبل ما امشي. هتقولي لي تعالي لي كل يوم حبيبي. احلى. بس الزهره ما بتنسلق. تتحمر. تتحمر. تتشوح الاول. بس على طول بتتحط على الرز. احنا هنسيبك للشوربه ونرجع تاني عشان واضح ان سميره بير كبير على فكره واحنا في الطبخ استاذه شيفه. شيفه معجنات. ايوه بس والله بعد كده هناخدها معانا ان شاء الله برنامج. سوي شيء جميل معجنات بالسبانخ باللحم بالجبن. انواع معجنات استاذه. بص هي قاعد دلوقتي المسائل دلوقتي سخنت السمبارح بعد بعمل سمبوسك وعامله بقى. قولي لي السبانخ لما بتتعمل في المعجنات لازم تتشوح قوي عشان الميه بقى؟ لا ما بشوح. طيب. انا بتبلها قبلها بيوم بحط عليها ملح. أيوة. بس وباجي تاني يوم بنعصرها من الميه اللي هي فيها. تمام. ثم بقى المرحله الثانيه. فبقى انت كده عصرتي خلاص السبانخ نزلتيها من ميتها. بننزلها من ميتها وبعدين بنبقى بشرين بصل معاها هيك بحطه مع السبانخ. ايوه. وبنعصر ليمون وسماء. كويس. سماء لازم. سماء لازم. طيب. زيت زيتون معاها برضو لازم. الزيت ضروري. ملح فلفل تحطه ولا مش يبقى حاجه بسيطه؟ خلاص مملحه ما بدنا مملحه فلفل بقى كتير. مثلا يعني حبه صغيره ممكن. واضح ان السماء والليمون قايم بالواجب صح. السماء اهم شيء والزيت الزيتون بعد ما بتنشفي بقى بعد خلاص نشف وكله حطيتي كل ده مش نشف. هي بتفضل يعني السبانخ لما تيجي تعصريها بايديكي كتلة تصغر هيك. بتبقى حاجة صغيرة. بتقلبيها في بعض وبتبقى العجينة بقى. لا بتحط لها سمنة ولا بتحط لها أي ولا زي الزيت زيتون بس. زيت زيتون بس. بالعجينة بنحشيها بنعملها زي المثلث. أيوة. وبالفرن. طيب ما بتطلعش مية أو ما بتفرس أي سوائل وهي لا. جوه السمبوسك او خلاص. خلاص ما احنا عصرنا الميه ما بتنزل ميه خالص. دي من الحاجات. وبالعجينه لازم يعني لما نيجي نعملها بالعجينه نقفلها كويس. في ناس بتستخدم دقيق وميه عشان تقفل العجينه مظبوط. لا انا بقفلها في ايديا. الي طريقه حلوه. ما الناس بقى المتمكنه بقى متمكنه ومختلفه احنا بنتكلم. سيبوني في المطبخ. لا من طبعا من الاكلات الجميله جدا ومحببه على جميع مستويات يعني الدول العربيه الاسلاميه كلها. السمبوسه وخصوصا اللي بالخضار بتبقى جميله جدا. سمبوسك باللحمه المعصجه وبالحمص. طيب قولوا لي بقى حنان نتكلم عن العزايم. احنا نقول لمة عيلة. لمة العيلة دي واكيد احمد طبعا كل يوم لازم ماما ولازم العيلة كلها. واحنا بنحب رمضان عشان اللمة دي بنلاقي احلى الاكلات الحقيقة. اخبار العزايم في رمضان ايه عندكم في الاردن واجمل حاجة في العزايم بتبقى الاساسي هو الصح ان العزومة تكون منسف. يعني ما بيصير انك تعزمي لو اشي يعني مهم اشي منسف. عيب يعني احنا تقديرا بقى للناس اللي جاي. لكن لو منسف ده ما اتعملش يا جماعه ما المنسف كبسه مقلوبه. أيوة. اخوات مع بعض اصحاب مع بعض معزومه رسمي. منسف. طيب ما بيصير الا عباره عن ايه بقى معلش؟ المنسف بتذبحي الخروف. أيوة. اللبن الجميد. الرز بيطبخ لحاله. الرز لحاله واللحمه بتتقصر.
رز اصفر طبيعي او اللبن اصفر ايه اللي هو بيتحط عليه الكركم الكركم واللبن بيتطبخ مع اللحمه. طيب يعني الرز لوحده بيتسوى واللحمه بتتطبخ في اللبن. ايوه تمام. مع اللبن بتتسلق يعني في اللبن يعني احيانا بتاخد نص سلقه لحالها أيوة وبعدين بتكمل سواها مع اللبن. بتحط الصدر اللي يتحط عليه الرز. لا ده واضح انها وليمه. هي مش منسق لمنسق اساسي اساسي عشان تقديرا للضيف ان راس الخروف تكون في النص. الله كمان واللحم بقى حواليها. ايوه يعني عشان يقول لك لا ده احنا تدابح ولا شاري 5 كيلو اللوز اللحمه يعني بتحط عليهم. لا لازم الراس واللوز بقى تحمري اللوز بتحطي شراك طبعا تحت الرز شراك. يعني ايه شراك؟ الخبز الخفيف. ايوه بتحطي الشراك زي رقاق عندنا كده مثلا. العيش السوري الطري. العيش السوري او الرقاق الطري تمام. بتحطي عليه الرز. ايوه بتحطي عليه اللحم بتحطي عليه اللوز أيوة. المحمر كتير. والمرقه اللبن على جنب. هم بيتكلموا طبعا هي اللوز اللوز اساس اللوز والمرقه لحالها بتحط في ال في ال في الايه هاي ساعديها يا سميره اطباق غويطه. ايوه اطباق غويطه بتتحط مع جنب لحالها. هنا بقى اللحمه بتبقى مستويه يعني دايبه مش كده. ازاي بتوصلوها للدرجه دي؟ نسيبها تستوي في اللبن بعد ما تاخد نص. احنا كمان عندنا طنجره الضغط زي البريستو. البريستو عندنا في كل بيت لازم. هون انا ما بلاقيها كتير يعني. لا قليل طب بلاقيها بس مش في كل البيوت يعني ما حدش بيستخدمها. أيوة صح قليل فعلا. بس انتوا عندكم في الاردن كبيره البريستو؟ في منها احنا ما عندناش كبيره. لا في منها احجام يعني في صغيره على حسب حجم الخروف اللي ذبحيته. في خروف يعني بتعملي خروف الحله الضغط ما بتقضي ما بتكفي. في طناجر كبيره. ما انا عشان كده بقول في ناس بتبقى مخصصه طناجر هاي الجدي هاي بنسلق فيها اللحمه بيكونوا احنا لما يكون في عنا عزايم وافراح بنجيب طباخين يعملوا لنا الاكل هذا. بيبقوا جايبين معاهم اللي هم طباخ. احنا بالنسبه لنا الحلل الكبيره كثير الازان. الازان اللي هي الحلل الكبيره او الاواني الكبيره ديت اللي بتقدر تاخد الاحجام دي. وفي نفس الوقت في ناس كمان عشان ما يعني برضو ما نصعبش الدنيا عليكم يا جماعه ممكن نقسم الخروف او ناخد قطع اللحم او نشتري 2 كيلو وبعدين نحط او نشتري 2 كيلو عادي. بس اهم حاجه نسيب راس الخروف في النص عشان برضو يطلع منها البقدونس من هو من الراس بيطلعوا البقدونس من بتحشي مش الراس بيبقى التمر بيبقى مفتوح بتحشي التمر بيبقى فيه البقدونس. اصل ده يعني دي العادات والتقاليد عندهم يعني فعلا ما شكله حلو جدا على السفره او على المائده. هاي بالافراح لنا يعني كمان الحاجات اللي بنعملها برضو يا الله. والعزايم احنا ممكن بالنسبه لنا الفته مثلا لا لان احنا عندنا الفته في العزا وفي الفرح لازم تبقى موجوده يعني او حد جاي يقدم واجب العزاء ويبقى في البيت لازم الفته. فاعتقد في كل بلد يعني ليها الطقوس بتاعتها يعني حتى مش ان لا مش عيب انك تعملي عزومه مش ما فيهاش منسف. عدم تقدير مكلفه شويه طبعا بس زي ما عيب انك تدخلي ما تلاقيش قهوه او احنا بالنسبه لنا شاي مش مهم القهوه ما فيش قهوه في البيت معناته البيت هذا بخله طبعا. بعدين لازم المنسف يتاكل بالايد كمان طبعا. هي معلومه ما طلعت هي جميله كملت ما تاكلش بالايد ما هذا بيكون مهمه جدا مش اذكر تكوريها تاكلي الاهم التوابل ايه اللي بتبقى بقى في المنسف ده؟ ما حدش قال لي فيش ولا حاجه. هي كركم شويه صغيره على الرز 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 هو كركم بس ملح وفلفل واللحوم من غير اي توابل. لا 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 اللبن بنسلقها بالورق اللورا بالتوابل بس ما لا ما بنحط توابل في السلق لان اللبن نفسه متبل. ايوه انتوا متبلين اللبن مش سلق اللبن بسلق اللحمه بس اما بعد ما نسلقها نصها بنحطها على اللبن. سلقتيها لكن ما بنضيفش اي اضافات على المنسف بس بس خلاص كده بقى اللحمه باللبن خلاص. واللبن اصلا اللبن طعمه نكهته. وفي ناس كمان بتحط زبادي على فكره. تحطوش انتوا الزبادي او الاضافه دي؟ انا بحط صح لان بتدي مزازه كده لطيفه برضه بتختلف لان الجنوب الكرك والطفيله ما بنعترف باللبن نهائي لان اللبن الجميد لبن صافي ما حدش يختلف عليه صافي نحط عليها عادات تبقى متمد يعني
مدنيه. ايوه ايوه. انما اصل اللبن منسف لا، لبن. طيب واحنا شوف طارق، يعني احنا ممكن اللبن ده متوفر عندنا؟ متوفر بس بيبقى مجفف كتل كده في السوبر ماركت، وبعد كده بيتفكك ويتكسر او بيتنقع شويه ويدير في الخلاط هيرجع لبن هو تقيل شويه. ايوه مش متواجد عندنا. ممكن لبن مع كوبايه زبادي لبن سلطه شويه بس مش هيدي نفس التست، بس احنا بنحل حاجه يعني بتقرب من بتقرب الطعم شويه. اقصد اللي مش قادر يعني يشتري اللبن حتى المجفف ده، طبعا اكيد مختلف عن الطبيعي يا جماعه. اكيد في موجود بشتريه من هنا. والله هتبقى تقول لنا بعدين. هو موجود فعلا بس يعني هنتكلم الحل يعني مش موجود. تمام، قول لنا انت كده خلصت ايه عندك عشان نخدم بقى احمد، عايزين نسمع صوته الجميل برده بعد الحاجات الرائعه اللي بتعملها دي. مقلوبه البتنجان شايفين الجرمش يا جماعه، خلي بالك تستخدم ايدك. والشوربه الرشاو ايوه تمام. هي شكلها على فكره شكلها جميل، واضح انها قيمه غذائيه جميله جدا. الروايح سميره مش قادره يعني تتحكم في عصبها، ربنا يخليها، حست انها في الاردن فهي بتحاول. ايوه 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 ربنا حضرتها اللي هي في المطبخ الله اكبر عليها، يعني انا سامع الكلام شوف شوف يعني. خلاص المره الجايه انا وانت بنطلع نعمل تمام. استنى قبل ما نستعرض كده نسمع اغنيه كده جميله من احمد وارجع لك تاني. شفتها ماشي اتفضل. طيب في سلطات او حاجه ولا خلاص كده الدنيا كده متظبطه؟ تمام اتفضل يا احمد. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر، الله الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي، الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي، الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر، الله الله. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. انا عايزه اسمع اغنيه اردنيه بتقولوها في رمضان. لا يعني حاجة بسيطة يعني فولكلور، حاجة حنان الشجاع. على فكرة أنا معايا واحدة شجاعة والله تصبها القهوة. مش لازم الأحبال الصوتية تبقى غنائية. أغاني مصرية. أغاني رمضان أغاني مصرية. مصرية أغاني رمضان. طب عايز أسمع أي حاجة من الأحبال الصوتية الأردنية. قولي والله تصبوا القهوة عادي. بلا تصبوها القهوة وزيدوها هين. أنا بقول لك سميرة هيطلع منها حاجة. لا طب يلا اطلع. بس مش رمضانية. هي اغاني فلكلوريه. طب اسمع نسمع اي حاجه فلكلوريه. انا ما بعرف لازم نأدي حاجه. قولي كلماتها. طيب احكي لك كلماتها وانت اغني. قولي كلماتها كده سميره. الله تصبها القهوه وزيدوها هيل وسقوها للنشام عذور الخيل. قهوتنا للاجوادي اول بادي اللي نار وجادي بظلام الليل. فهمتها؟ شفتي احنا نفهمها منك بس نسمعها. يلا صبوها القهوه وزيدوها هيل وسقوها للناشا مع زهور الخير. قهوتنا للاجوادي اول بادي للي نار وجاد بظلام الليل.
الليل. الله جميل. بتتذكري يعني ولا ايه؟ جميله والله. هي حظها بس هي القهوه عادتها عادة يعني. والله صوتها حلو. والقهوه عندكم حاجه مهمه صح؟ طبعا شفت صوتها. هي هي فنانه بالاغاني. انا بالاغاني. وانت فنانه في المطبخ بس. هي بتطبخ وانا بغني. كل واحد بيفن بطريقه معينه. ما بعرفش اعمل الاكل الا وهي تغني. معناتها بالله عليكم تصبوا على القهوه الهيل اساسي في القهوه المره. تمام اساسي. وزيدوها هيل يعني زود الهيل فيها. وسقوها للنشامه. النشامه الـ الابطال. على طهور الخيل اللي جايين. زي المعارك الجنود. الجنود يعني. قهوتنا للاجواد للناس الكريمه. ما انا حكيت لك ان اللي ما عنده قهوه مش كريم. اول بادي يعني اول شيء اول ما الضيف يدخل لازم تصب له قهوه. لازم. اللي ناره وجادي بظلام الليل طول الليل في نار قدام بيت الشعر القديم اللي هو بالصحراء. النار قاعده علشان اللي رايح واللي جاي. يندل وياكل ويشرب في بيتنا. صحيح. جميل جدا. شفنا انت حسيت بالاردن احنا كده عايشين. ايوه. قولي انا شكلك كده برضو ابدعت في سلطه وانت بتشتغل. عملت طبق سلطه طحينه برضو. شفت انت شاطر على طول اشتغلت. وجرنشته برضو جرنشة سهله. انت عملته بشكل جميل قوي على فكره. ارفعه كده سنه. ارفعه كده شكله فعلا جميل. خليك رافعه سنه نشوف انت زينته ازاي. حلو قوي. طيب قول لي انت عملته ازاي اللي قلنا بالطحينه واللبن الطحينه واللبن والثوم والملح. وشايفاك الزبادي باين. ولا الطحينه واللبن ادام في لبن بقى خالص مش هحط زبادي. واضربهم مع بعض مع الكمون. ايوه. وكل ما مع بعضه بخفوا باللبن لغايه ما يديه السمك اللي عنده. لكن بالنسبه للجرناشه بتاعته دي شطه بزيت. ايوه. لو انا مش حابب شطه هحط كمون مكانه. ببتدي اخد خطوط كده الاول. ايوه شطه بزيت. شطه بزيت. يا الله حلو قوي. او كمون بزيت. اخدها خطوط كده الاول وبعد كده بسن المعلقه. بعمل كده. بتديني اشكال. احنا عندنا كمان في مصر يا جماعه مع المقلوبه بنجيب زبادي. ايوه. قولوا لي ده عندكم برضو ولا ايه؟ لازم الزبادي شيء. ايه المقلوبه والفته برضو الصوص الزبادي ده. مع اي رز مش بس المقلوبه. كبسه. مع الكبسه. في حاجه اسمها برياني اوزي. الاشياء هاي كلها لازم الزبادي. أيوه. وفي بنعمل احنا معاهم طبق الفتوش. هو بالسلطه بالخضار. ايوه. والنعناع الناشف او الاخضر وزيت الزيتون. ايوه. السماء برضه لازم عليها. والعيش برضه بيكون المحمص على الوش هيك. انا هنجيلي كده. انا بصل. نورين والله. انا مبسوطه جدا بيكوا جدا جدا. حلقتنا انتهت ونفسي لمتنا ديت يعني ان شاء الله يا رب تستكمل دايما ودايما ان شاء الله من خلال كل حلقه معانا يعني بلد من البلدان ومحافظه من المحافظات سواء جوه مصر سواء بره مصر. لكن الحقيقه اللمه دي احنا كلنا كنا متعاطشين ليها عشان نقابل حبايبنا في كل مكان. انا بشكر طبعا حنان الخطيب وحنان عمارة وسميرة الخطيب لوجودهم معانا النهاردة من الجالية الأردنية. أشكركم كل سنة وانتم طيبين. الصوت الجميل الشاب أحمد عمر كمان برضو زين لنا القعدة بالأغاني الجميلة اللي بنذكر فيها طبعا بذكر الله والوطن وانتمائنا للوطن وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيف طارق السبكي كان طبعا منورنا بكل هذه الأطباق ونال استحسان يعني نقول الجالية الأردنية. من يمثل الجالية الأردنية معنا النهاردة حنان وسميرة. وطبعا شكروا وشايفوا أن بعض التفاصيل فعلا في إضافات من بعضنا لكن في الآخر بتقوم هذه المائدة الحقيقة بالحب وبالمودة وبالعلاقات الطيبة أجمل بكتير الحقيقة فعلا لمة العيلة. بشكركم وبشكركم مرة أخرى. كل سنة وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا غدا إن شاء الله مع لمة جديدة على شاشة القناة الثانية لمة عيلة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.